السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم عمي مختار. عمي مختار، بالنسبة لهذاك المحرك اللي وريته لك خطأ اللي فاتت، هذاك القديم كي عاود ركبت الكلاسة غير هي ما ولا المي الاخر اللي يخرج مع الشاطمة، معناتها في اي لحظة ديرها بيا ولا حاجة كيما هكا. هذا المحرك انا كنت شريته ديجا، كي حبس لي هذاك، وهذا من نهار اللي نوضناه يدخل الميكانيسيان كي سقسيته قال لي هذا الدخان من الموتور الاول، الشاطمه راهي مزيده بزاف راهي تحرق، قال لي مشي بهذا وتتنقى. المهم قعدت نمشي به، ما وين ما نوض يدخل ما عطانيش الاخر، وكي عاود رجعت عند هذاك الاخر قال لك لا ومنا، وراك عارف كيف يبيع لك. المهم انا كي حليت هذا الموتور هذا حتى اللي ولا يدخل قلعته، ولي نقص لي الزيت بزاف، دروك كي حليته هذا هو البلوك تاعه. شوفوا واش لقيت، هذا المحرك جديد اللي قلت لك شريته وكي نوضناه يدخن. لقيت هذا الفتات هنايا في البيستون، هاولي هذا الفتات هنا كحال، هنا ثاني راه كاين في البيستون ديال الزاوج، هنا ثاني، هنا شويه، هاولي هنا، هاولي هنا، هذا البلوك تاعه. والكلاسة تاعها هي دي، هذه كلاسة جديدة تاع موتور جديد كحليته، ها هي اللي غادنا نرسل لك ديجا قسم، غادي نرسل لك لي فوتو تاعها هذه جديدة. شو تاني لقيت هذا الفتات، هذا هو هاو الفتات، دوك مانيش عارف انا واش صرا هنا الداخل، نتمنى انك توضح لي. هادو لي صباب عمي مختار مانيش عارف يتعاودو، مانيش عارف انت تعطيني رايك فيهم. شوف هنا عمي مختار بالك راك تشوف هنايا، هو اللي كاين واحد الفيد هو اللي هنايا، ما نعرف عارف هذا اسكو لازم يكون مبلع السياج ولا، اعطيني رايك منها واش لازم ندير واش ما لازمش ندير. هذا واش كاين في هذو هما. وعندي سؤال واحد اخر، الموتور ما كانش حمالي انا ابار يدخن برك، اسكو كي نعاود نركب نعاود نرد جوان كيلاس غير هو ولا نركب واحد اخر جديد؟ هذا هو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.